في الولايات المتحدة شركات المرافق العامة من تكساس لنيويورك وغيرها حثت العملاء على تقنين استخدام الطاقة وحماية الإمدادات المتاحة فيما يرفع الناس درجة الحرارة في بيوتهم، بينما تضرب عاصفة قد تكون واحدة من الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة تضرب 60% من الأراضي الأمريكية لتصل إلى درجات الحرارة إلى معدلات تصفها خدمة الطقس الوطنية بأنها تهدد الحياة. العاصفة خلال يومين تسببت بإلغاء أو تأخير أكثر من 10,000 رحلة طيران ما بين أمس واليوم، وتركت ما يقرب من 850,000 منزل وشركة بدون كهرباء. وعانى يوم الجمعة إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من أسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ أكثر من عقد، تجمدت السوائل بالأنابيب وهو ما أجبر الأبار على الإغلاق. في هذا الوقت قفز الطلب المحلي إلى أعلى مستوى يومي منذ أوائل العام 2019. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.